زي ما انتوا شايفين بواجه كل يوم مشكلة قطع النور من مرة لمرتين، كل مرة مش أقل من ساعة ونص. بيبقى بنضطر نتأخر، الشغل بيتعطل زينا زي حال أي حد في مصر حاليا. مشكلة قطع تيار الكهرباء يبقى أكتر من مرة بتبوظ سير أي عمل. المفترض إن أكون نزلت في 36 علشان مش أكبر مشاكل كانت تواجهني فيها، منها من أهمها الكهرباء، إن هي تكون اتحلت أو في طريقها للحل، أو يكون قدامي شفافية كاملة. يا جماعة إحنا قدامنا المشكلة دي، هتتحل النهاردة، هتتحل بكرة، مش هتتحل. وعلى الأقل أبقى عارفة، أبقى لا عاملة حسابي اني ابقى نازله الصبح اعرف على حسابي ان انا النور هيتقطع عندي 3 أو 4 مرات، اعمل الشغل معدل اللي انا افهمه. مش ان احنا كل يوم نتفاجئ الشغل بيتعطل والشغل بيقف والناس ما بتعرفش تيجي، او الناس تقع في الاسانسير وتتحبس. ده في اي مكان في مصر دلوقتي بقى ده الطبيعي، وانا ما اعتقدش ان ده المفروض ان يكون طبيعي في اي دوله. ازاي هبقى انا داخله على العصر الجديد وانا بواجه نفس اكبر المشاكل اللي خلتني انزل في 36 نسخه نظام الاخوان؟ في توتر. طيب احنا شفنا البيت دلوقتي، شفنا العمل في كل حته، مشكله الكهرباء واضح ان الناس بدا حسها قوي قوي دلوقتي، ومتخوفين طبعا اكثر علشان اللي جاي. اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي الكرام في هذا